المعلومة اللي معانا النهاردة هي ازاي ان انتوا تشيلوا قشر الفلفل. اول حاجة هي طريقة سهلة جدا، ان انتوا تجيبوا صينية الفرن وتقوموا حاطين فيها فويل، حاطين الفلفل فيها، مغطين على الفلفل كويس قوي، تأكدوا ان يعني انه متقفل كويس، بتحطوه في الفرن لمدة حوالي ربع ساعة لثلث ساعة. لما بتطلعوه من الفرن بيبقى سهل قوي انه يتشال من عليه الجلد. جربوها، سهل جدا، ومونا بيتي. اوكي، شو بيطلعوا؟